أنا جايب لك النهاردة أفضل متصفح في 2025 لأي منشئ محتوى. المتصفح ده متصفح أسطوري حرفيا، صدقني بقى لا جوجل كروم ولا إنترنت ولا أي متصفح إطلاقا مش هتقابل معاه أي مشاكل. أنا بقالي تقريبا أكتر من 3 شهور بجرب المتصفح ده قبل ما اعمل الفيديو ده، علشان لما اعمله اكون متأكد بنسبة 1000000% ان المتصفح ده هيفيدك. المتصفح ده هيضيف لك. جوجل كروم مشاكله كترت جدا 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 مع منشئ المحتوى، وبدأ منشئ المحتوى كل يوم بيقابل مشاكل ويقابل عقبات. انا النهاردة جايب لك متصفح اسطوري. اول حاجة هتفتح متجر بلاي، من متجر بلاي هتيجي على البحث وتكتب هنا كي اي دبليو اي مسطرة بي ار او دبليو اس اي ار، وبعد كده اعمل بحث. هيبدأ يجي لك المتصفح ده، مش ده، ده اعلان يا جماعة، لا المتصفح ده اعمل له تثبيت. حلاوة المتصفح ده انك تقدر تضيف له اي اكستنشن انت عايزها، زي مثلا اكستنشن اداة في اي دي اي كيو، اي اكستنشن ممكن تستخدمها في اليوتيوب هتقدر تشتغل عليها بالمتصفح الاسطوري السريع النظيف اللي تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز. بصراحة انا بشتغل عليه على الموبايل ده وعلى التابلت، والله العظيم انا مش محتاج كمبيوتر، والله العظيم مريحني جدا 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 فوق ما انت متخيل. علشان كده انا بنصحك بالتطبيق ده اللي هنبدأ نوضح لك مع بعض شوية حاجات مهمة جدا من جوه. بعد لما تعمل تثبيت طبعا هتعمل فتح، ماشي، هيبدأ يتفتح لك بالشكل ده، هتقول له متابعة، ماشي، هيبدأ يجي لك الشكل ده. اطلع، انا عايزك تطلع خالص بره، اطلع بره خالص، اطلع بره خالص، اطلع بره خالص، اهو تاني اطلع بره خالص، وتعالى افتح المتصفح تاني، ماشي، وتعالى هنا اضغط هنا، بص اضغط هنا، ماشي، هتلاقي عندك هنا مفيش هنا، ايه ده، هو فين وضع سطح المكتب؟ لا، افتح اليوتيوب. بعد لما تفتح اليوتيوب بشكل مباشر هتضغط هنا، هتلاقي ظهر عندك اصدار سطح المكتب، ماشي، يعني مش في الصفحة الرئيسية. هتعمل تسجيل دخول وتكتب ايميلك، الايميل بتاعك. انا هكتب ايميلي مثلا يوسف البس صفر، ماشي، واروح عامل التالي، ماشي، هجيب هنا بس ايه، اكتب الباسورد واجيكوا يا جماعة، ثواني اكتب باسورد، لان والله مش فاكر باسورد ايه. مش عارف هو الباسورد صح ولا غلط، صح، ماشي. جالي اشعار على الموبايل نفسه، هل انت عايز تدخل؟ بقول له نعم، انا نفس الشخص، دخلني على طول، ودخلت ومفيش اي مشاكل. بص بقى على التركية دي، لان التركية دي هنرجع لك، مش هنعوزها دلوقتي، ده هنشرح لها في فيديو. ده الموضوع ده هو ليه علاقة بالخصوصية وموضوع إضافة اللي هو رقم استرداد ومين استرداد، ده أنا هشرحه في فيديو عشان كده ما عملتوش، ماشي. أنت أعمل موافق زي ما أنت عملت، أعمل ليس الآن برضو زي ما أنت عملت كده، هيبدأ يشتغل لك بالشكل ده. بص بقى، أول حاجة نضيفة، أنا عايز تعمل سامح، ما سامحش يجي لك إشعارات، مش عايز، براحتك. أول حاجة نضيفة عجبتني حاجة هنا، وأكتب أداة في أي دي أي كيو اكستنشن، اه بص، واروح رايح عليها، واروح رايح على الاداه نفسها، واروح قال لو سمحت انا عايز اضيفها على جوجل كروم. ايوه حسنا، اتريد الاضافه؟ نعم. بص بقى الحلاوه، بص بقى الطعامه، بص بقى الشياكه، اقسم بالله اضاف لك الاداه
انت طبعا هتدخل بالجيميل بتاعك على الاداه بتاعتك زي ما احنا عاملين بالجيميل، نفس الجيميل بتاعي اللي هو موجود يوسف بس صفر، هو عادي خالص متابعه اهو زي ما انا عامل. لو انا اثق ثقه عمياء في اداه في اي دي اي كيو، ماشي اهو. اقفل بقى ده انا مش عايزه، واقفل ده انا مش عايزه، وتعالى هنا وافتح يوتيوب تاني. مع فتحان اليوتيوب المره الجايه او المره التانيه، بص بدا فتح معاك بنفس الموضوع، مش محتاج انك تعمل اصدار سطح المكتب تاني، لا زي ما انت. وهنا كمان فتح لك مجموعه من الحاجات اللي هتستخدمها. بص بص بص، انا عايز افتح اصدار سطح المكتب اهو. بص اضغط فتح في علامه تبويب جديده هنا اهو، اضغط عليها مباشر من غير ما تفتح. يعني علشان تفتح في جوجل كروم اصدار سطح المكتب، عشان تفتح في جوجل كروم استوديو اليوتيوب، لازم تضغط هنا، لازم تضغط هنا وتقول له ايه، وتقول له لو سمحت افتحها لي في علامه تبويب جديده. لا هنا هتضغط مباشر، هيروح محولك على استوديو اليوتيوب مباشر من غير ما تضغط ولا تعمل. بعد كده هيبدا يجي قدام حضرتك اهو، انا هاجي هنا وانزل تحت كده عشان انا عايز اداه في اي دي اي كيو مفعله. ايوه مفعله، تمام شكرا، انا بشكرك جدا يا فندم، بشكرك جدا يا فندم. تعال هنا، حاجه هنا على اداه الايه، على اي فيديو انا بعدله، على الايه، على التعديل ده. بص بقى انت عندك هنا كمان في حاجه اسمها تكبير وتصغير، ماشي. تكبير وتصغير ده المساحه نفسها هنا اهو، اهو تكبير وتصغير. يعني مثلا انا عايز اكبر الحجم فبكبر الحجم بالشكل ده اهو، عايز اصغر بصغر زي ما انا عايز، بس انا عايزه بالحجم ده عشان الحجم ده انا هعوزه دلوقتي وانا شغال في اداه في اي دي اي كيو، ماشي. حاجه هنا هيبدا يظهر لي اداه في اي دي اي كيو بالشكل ده كده تحت هنا اهو. بص تحت اهو في الكلمات المفتاحيه، بص الكلمات المفتاحيه اقدر احط اي كلمات مفتاحيه انا عايزها واضيفها من هنا. بص بص بص، انا قدامي كل حاجه، ادوات في اي دي اي كيو، بص اداه في اي دي اي كيو قدامي اهي، قدامي اهي، بص قدامي ثواني عشان التاتش هنا احسن من الموبايل، ماشي. اداه في اي دي اي دي اي كيو اهي قدامي، انا ممكن اعمل اللي انا عايزه، اضيف اللي انا عايزه اهو. بص اهو مزيد من الخيارات، تنزل تحت مزيد من الخيارات اهو، بص عرض المزيد، بص تحت، بص بيديني الكلمات المفتاحيه اللي انا عايزها. انا معايا اكستنشن اداه في اي دي اي كيو، معايا متصفح سريع، معايا متصفح مش بيقف معايا، معايا متصفح من خلاله ابدا افتح اهو علامه تبويب جديده اهو، اهو علامه تبويب جديده، اكتب هنا جوجل ادسنس اهو، جوجل ادسنس، ما يحصلش مشاكل، ما يقرفنيش، ادخل على مستحق الربح مفيش، يدخل عادي ما يقرفنيش بقى. طبعا عشان انا مش عامل هنا ادسنس فمش هيدخل، ماشي. اعمل تسجيل دخول اهو، ما يقرفنيش بقى، ما يقرفنيش، سهل وسريع، انا مش عامل ادسنس هنا، ماشي. فالموضوع بسيط جدا، يعني بسيط جدا 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 فوق ما انت متخيل يا جماعه. ده احسن تطبيق ممكن تستخدمه، والتطبيق ده هنستخدم معاه تطبيقين تانيين ان شاء الله هنشرحهم الفتره اللي جايه، جيميني وشات جي بي تي. التطبيقات دي مع التطبيق ده هيفيد جدا منشئين المحتوى الفتره اللي جايه، واحنا بنشرح لكم حاجات مش هتلاقوها اطلاقا في اي محتوى تعليمي على اليوتيوب غير في المتوحد فكره. يعني العصفوره دي احسن مليون الف مره من جوجل كروم، العصفوره دي احسن مليون الف مره من اي حاجه انت عايزها، لان العصفوره دي كمان يا واحنا بنشرحها، يعني واحنا بنتكلم عليها هنيجي مثلا، خلينا نيجي نروح اليوتيوب. بص عايز اعمل دلوقتي ايه، عنوان، بص بص بيديك عناوين مقترحه من اداه في اي دي اي كيو، مش محتاج انك تتعب نفسك، ماشي. كمان لو عايز تعمل قائمه تشغيل، بص بص بص، انشاء علامه الانشاء، قائمه التشغيل في ثواني، بص في ثواني، قائمه تشغيل في ثواني، كل حاجه سريعه في ثواني. اللي كان اللي كنت بتتعب فيه سنين ضوئيه وانت مش عارف تعمل زوم ان وزوم اوت ويلا روح يلا اللي موجود قدام حضرتك في ثواني. فاتمنى من حضراتكم جميعا تنزلوا التطبيق ده وتدعوا لي، لان التطبيق ده هيفيدك بنسبه 1000000%. وطبعا لازم تنزل جيميني، وطبعا لازم تنزل شات جي بي تي، وهنستخدمهم الفتره اللي جايه في حاجات كتير جدا محدش هيقولها غير في المتوحد فكره، صدقني. شكرا للجميع، نتقابل في فيديو جديد. لو عايزين فيديوهات تانية عن تطبيقات يعني حلوه بتساعد منشئ المحتوى، فاعتقد ان انا ممكن ابقى اعمل لكم
فيديو عن التطبيقات وايه الحاجات اللي ممكن تفيد منشئ المحتوى، سواء بقى براوزرات او اكستنشن وغيره وغيره وغيره.